عبر الهاتف من الرياض معي دكتورة ليلى عبد العزيز الهلالي، مستشارة اجتماعية وأسرية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة ليلى. هل واجهتي مثل هكذا مشاكل بين أي ثنائي، وأنت مع ألا تخلق مشاكل خصوصية على الإنترنت، خصوصية الفرد، أو ألا تكون موجودة أصلا هناك حياة شخصية مخفية يعني على الطرف الآخر على الإنترنت؟ مساء الخير أختي ميسون وللحاضرين جميعا. أهلا وسهلا. وفعلا أنتم أثرتوا قضية مهمة جدا، وهي قضية الساعة، قضية أصبحت هاجس لكثير من المتزوجين أو المقبلين على الزواج. من وجهة نظري أنه لا، التجسس لا، الخصوصية حق لأي إنسان، محتاج مساحته. عقد الزواج عقد شراكة، فمفروض في عقد الشراكة هذا يحترم لكل، بس حسب الخصوصية لأين ستصل، صحيح؟ يعني مش كل شخص عنده الرادع بذاته. يبدو لي الرادع المفروض يكون عند الشخص بذاته، مش من الرقابة اللي حواليه. إذا لم يكن يحترم الطرف الآخر بصدق، فالتجسس ما راح يغير شيء، راح يكشف حقائق، والحقائق هذه راح تكرس لخطر كبير جدا. وفعلا بالنسبة لي في مكتبي الآن أسباب مشاكل زوجية المتصدرة عندي حسب آخر إحصائية في مكتبي، اللي هو حالات التجسس على هالوسائل التواصل الاجتماعي. بس برأيك يعني لازم احترام الخصوصية وعدم تجسس حتى ما تعرف شيء تتأدي هيدا لترك العلاقة أو الانفصال؟ ليش مش تعرف وتطلق؟ أو لا، هو احيانا لو تعرف ممكن قراءتها للي تعرفه عكس، فبلاش تعرف، لا هو يعرف ولا هي تعرف. هو انت ميسون كمان قلتي تعرف، وكانك دايما الرجل هو اللي بيخون، صح؟ يعني لا، هو قراءة أحد. لا صح نقطتك، يعني اللي لفتتك أنه أنا قلت تعرف، بس طبعا هنا نتحدث عن طرفين الاحتمالية. بالضبط ميسون، بالضبط، هم طرفين والطرفين عندهم عالمهم. طبعا هو البحث عن أسرار الآخر أو الخوف من الآخر أنه يكتشف شيء مش المفروض أن يكون هو الرأي. إذا جوزك أو شريك حياتك عم بخونك دكتورة ليلى، بفضلي تعرفي أو لا؟ أفضل أن يكون يحترمني في غيابي وفي حضوري. هذه اللي يفهمه أي طرف، يحترمني. هذا وقت البرنامج من الرياض، إن شاء الله دايما طبعا لك كل الاحترام دكتورة ليلى عبد العزيز الهلالي، مستشارة اجتماعية وأسرية.